بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الأولى في طب الأسنان التجميلي والترميمي Aesthetic Dentistry Principle. طبعا هذه الروابط اللي تأخذون بها بعض المواقع وبعض المعلومات عن بصورة عامة عن ما موجود في طب الأسنان، ناشر به بعض البحوث وبعض المحاضرات اللي تخص اهتمامات التجميل. خير ما نبتدي به قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم Smiling in the face of your brother are charity. الابتسامة في وجه أخيك صدق. إحنا عادة كل أعمالنا اللي نحاول أن نكون نعمل جاهدين أن نظهر بالمظهر الجيد أو أن نختار التسريحة الملائمة أو إحنا بسرعة ما نختار الملابس اللائقة، إنه هاي شنو الأسباب كلها. طبعا حتى عملية التجميل، البشر من طبيعتهم يحب عملية التجميل والظهور بأجمل ما يمكن يستطيع إظهاره. بصورة عامة إحنا إذا نشوف السمايل لها تأثير قوي، خصوصا في حالة إذا تغطي على بعض العيوب الموجودة في الإنسان. واختيارنا لهذه الملابس ويكون بصورة كاملة، تجميع كامل، ينطينا هيئة متكاملة لنوع التجميل الموجود. طب الأسنان الحديث والتقنيات الحديثة اللي وصلت جعلتنا أن نستطيع أن نبرز عملية الابتسامة بأحدث ما يمكن ولأحدث مستوى ممكن أن نوصل له. شنو هو الجمال؟ Beauty. What the beauty? Beauty هذه بصورة عامة، هل هي من داخل الإنسان تجي أو المظهر الخارجي، أو بصورة عامة الفيزيكال مالتنا، الفيزيكال أبيرانس يطينا بهذا الشيء. Do you real think a beauty is a one؟ أما هي السطح الخارجي أو في داخل العقل الباطن اللي يظهر الشخص المقابل، يعني بعض الأشخاص تشوفهم تحس بفد نوع من الجمالية أو الارتياح، بس هو بالطبيعة مو جميل يعني، بس أكو نوع من الارتياح من تشوفه. وهذا طبعا عدة عوامل تجمع هذا الشيء، وعملية التقرب أو الانجذاب أو الارتياح لهذا الشيء، هنالك بعض القواعد اللي نستطيع أن نتعلمها حتى توصلنا لمفهوم الجمال. الاستاتيك دنتستري برينسيبل هو عبارة عن art and science of dentistry applied to enhance and create a beauty of an individual within functional and physiological limit. الفاشيال دنتوليبيال والدنتال والبوناتيك والجنجيفال concentration for evaluating any case that require aesthetic treatment. The basic principle to obtain optimal aesthetic result while restoring function and health of the patient. إذن كل المجتمع تولد لنا عملية التجميل، لذلك عملية التجميل تتبع هذه الفاكتورات أو العوامل. يجب أن يكون هنالك نوع من التنسيق، نوع من الفهم لهذه العوامل، حتى نقدر نستطيع أن نمطي عملية تجميل، ومن خلالها راح يصير عملية ريستور للفونكشن الموجود في ما يخصنا كطب أسنان. يعني إحنا ما نقدر نعتبر أنفسنا نجحنا في عملية التجميل إذا وفرنا التجميل فقط بدون عملية الفونكشن مالتهم. يعني أنا ماكو داعي أسوي البريدج، بس هذا البريدج أنا ما أقدر، البيشنت ما يقدر يعب عليه أو يأكل به. هنالك مفاهيم للعملية التعريفية للإستاتيك، a branch of philosophy dealing with the beauty and taste. طبعا هذه الكرايتيريا الموجودة هي عليها الأرض،
اكو عندنا عملية السكسس مع رستريشن depend on the sound, mechanical, biological and aesthetic principle. إذن عملية النجاح في عملية الرستريشن, الرستريشن بصورة عامة يعني مو بس حشوة, البروستاتيك أي شيء يتعلق عملية تعويضية إحنا نقول عليها رستريشن. هنالك مثلث ب مثلث يربط هذه العملية الجمالية وهي عرفان أحمد, شخص أوجد هذه العلاقة ويجب أن تتوفر بها هذه الأشياء حتى تولد لنا عملية نجاح في ما يخص عملية البيوتي اللي هي الاستاتيك والفونكشن والهيلث. هذه تعتبر شنو عملية نجاح تعويضية للدنتال تريتمنت بصورة عامة يمن ناخذها وبصورة عامة كل المجالات التجميلية. Smile an attractive where balance smile can be valuable person assist. A pleasant smile is important in the person communication and facial beauty. One's dental and facial appearance is important not only in the role that attractiveness play to another but also in one's self-confidence concept. يعني بصورة عامة هي عملية السمايل لها شيء خارجي وداخلي, تعطينا نوع من الثقة الداخلية أو الثقة الشخصية بحيث هذا الشخص إذا عنده ملامح تجميلية جمالية كاملة, إذا نأخذ من ناحية الأسنان فقدان عملية الأسنان أمامية راح تلقى الشخص يمن يضحك يتجبجب يمن يحكي يتجبجب. ليش؟ يحاول يسد النقص الموجود عنده اللي مثلا بالأنتيريور تيت, ينزل الشفة مالته, نوع الكلام يختلف, يكون خجول ما يكون متواصل مع المجتمع مالته. ليش؟ لأن يحس نوع من الفقدان في الشخصية مالته. وإذلك كذلك هذا الشيء هو عامل لتقوية العلاقات مع الكوميونتي مالته, المحيط مالته. إذن a pleasant smile can be defined as one that exposes of the maxillary teeth completely only with approximately من 1 مليم of the gingival tissue. يعني إحنا نأخذها بصورة عامة, إما يصير exposed للmaxillary teeth completely يصير كامل, وابروكسيمالي عبارة عن 1 مليم من الجينجيفال تشو, هذه نعتبرها الابتسامة الجيدة أو الابتسامة المثالية. إحنا نقول الجينجيفال exposure that does not exceed من 2 إلى 3 مليم, وهذا consider إذا ما تتجاوز هذا أيضا نعتبرها statically placing. While excessive displacement يعني يصير عندنا أزيد من 3 مليم, هذه إحنا ما نقدر نعتبرها a placing سمايل. احنا نشوف اذا على مر التاريخ وعملية التجميل هي مو عملية حديثة العهد وانما عملية تطور تقنية تصنيع المواد الاسنان, دخل وجود عملية النانو ماتيريال اثرت لنا في عملية الحصول على المواد التجميلية اللي نقدر نستطيع عليها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية, هنالك تقاليد مجتمعية تحدد نسبة الجمالية الموجود عندها. مثلا نشوف هنا في بعض الشعوب عملية يسمون يبردون الأسنان أمامية يسووها كون شيب, هاي يعتبروها في النوع من أنواع الجمالية. أو بعض المتحجرات الموجودة لمتوفين أوجدنا هذا عملية الكاتنج الديسيل بالإنسايزل, وشوف عملية الانجلوشن يعني الكاتنج وين واصل لمنطقة الميزل هاي فيها, هذا نوع من الجمالية. أو هذه اللي حاليا احنا نسميها الخرزة اللي تنحط بالأسنان أو الشذرة أو الماسة, هذه من قبل آلاف السنين موجودة التقنيات. عملية تطور هذا في طب الأسنان أو هنا الطخم الأسنان الكامل, فهي كلها عملية سابقة لأوانة من قديم الزمان. كان العامل المحدد هو عملية ثقافة الشعوب
وإضافة إلى الشيء الآخر هو عملية المواد والماتيريال المتوفرة. قسم كانوا يستخدمون أسنان متوفي، قسم يستخدمون تقنية ثانية مثل نشوف هنا هذا الكومبليت دنشر الموجود وشون عملية التعويضية مالته. إذن نقدر نبدي كاستاتيك هو الديفينيشن مالته the beauty and study of the beauty branch philosophy dealing with the beauty is that portion this discipline that deal with achieving the ultimate in the appearance scope of artificially. Aesthetic dentistry or art and science of dentistry applied to create and enhance the beauty of individual with functional and physiological limit. وقلنا بسبب التطور قبل كان فقط الفانكشن، يعني قبل كانت الحشوات الأمامية هي ما تعتري فد أهمية ليش للماتيريال، لأن ما كانت مواد مصنعة، فكانوا يستخدمون الأكريليك. الأكريليك مو ذاك القدر اللي حاليا ويا الكومبوزيت. عملية تطور إنتاج المواد وتصنيع المواد أثر بصورة جوهرية على عملية التجميل. قبل المريض كان يجي مجرد أن يريد حشوة أو ريستريشن تعوض الجزء المفقود حتى يستطيع أن يأكل بيها فانكشن. حاليا لا، يريد فانكشن ويريد وياها نفس الوقت استاتيك. appearance zone، appearance zone هذا شيء مهم احنا دائما نتعامل وياه كاستاتيك. ليش؟ لأن راح يبدي للمظهر اللي تتعامل به العيون البشرية تقابل هذا الشخص. يعني احنا حاليا لما نشوف ان شخص مقابل ان اول ما توقع عيوننا وين؟ على منطقة الفم، وراح نشوف الاسنان، عملية الاسنان وانتظام الاسنان مع الشفة وعملية ترتيبها، هذا راح ينطي نوع من الانطباع عن جمالية الشخص المقابل. فاحنا نسميه appearance zone. تعاملنا كله وياه اكو نوع من التجميل يسموه الاليوجن، هذا ايضا يتعامل ويا الابيرنس زون. اذا الابيرنس زون نقدر نختصره ونقول هو جزء من الانعكاس الضوئي اللي ساقط على الاسنان ويرتد وين يسقط على عيون الناظر، اللي فقط السطح اللي يظهر للعيان من الشخص المقابل. الاسمايل بشكل ما قلنا هي عبارة عن express range of emotion، يعني الشخص من يبتسم يحزن يتكأب، ومن يكون سعيد راح يكون يبتسم. فهذه نوع من range أو express من range من الemotion اللي تكون بداخل الشخصية البشرية، وهاي تتعلق بالstructure والmovement مع teeth واللب، وطبعا اللي يتصاحب المسلز مع الفيس. هنا عندنا فد requirement نحتاجها بالideal restoration. شن هي الideal restoration المطلوب من عندنا؟ اولا لازم يكون عندنا careful dentistry treatment must be directed to fulfill the health function and aesthetic of the patient. هنا اذا العوامل الثلاثية اللي تكلمنا عنها السابق لازم تكون متوفرة بالدنتال تريتمنت. من النقطة الثانية important undertake the treatment in a sequence where the health is first followed by function and last aesthetic. Health can be achieved without function and aesthetic. However, to achieve optimum aesthetic, the restoration must be function and healthy. Hence, aesthetic treatment is combination of both systemic principle and artistic skill. الثالثة النقطة ال important step in aesthetic treatment communication with the patient. Each patient electing for aesthetic treatment has certain expectation that treatment objective need to be discussed in detail and through consultation with must be done
each patient present. يعني احنا عندنا في التصور للجمال، بس قد يكون هذا التصور اللي عندنا للجمالية اللي راح نريد نرتبها بالأسنان مع المقابل، المقابل يعتبرها هي مو جمالية. يعني احنا نقول اختلاف مستوى الثقافة المقابل، او اختلاف المجتمعي، او اختلاف الثقافة المجتمعية. يعني مو كل اللي احنا نصوره كطب أسنان او اطباء أسنان بان الموضوع هذا ضمن الايديال استاتيك هو يعتبره قد ما يعترف به المريض. المريض عنده فد رؤية ثانية للأسنان حتى يعتبرها جميلة. لذلك عملية تسويق للفكرة اللي عندنا يجب أن ننجح في عملية تسويق هذه الفكرة وتثقيف المريض المقابل حتى يتقبلها. يعني إحنا مو نجي المريض ونشتغله بدون أن نسوي له فد نوع من الجلسات الحوارية، ومن خلالها راح نوصل إلى نتيجة يقتنع بها المريض للشيء اللي الجمالي كبرج او غير برج حتى نوصل له بالتنفيذ. نفس الحال various technique described to do consultation for aesthetic rehabilitation treatment include before and after. ناخذ له فوتوغراف مثل diagnostic، نسوي له الموديل على واكس ميك اب أو كومبوزيت، الشيء اللي موجود ناخذ له فوتو ونحول بالفوتو بواسطة الكمبيوتر اللي احنا نقول ديجيتال سمايل ديزاين، وهذا فد شيء ناخذ ان شاء الله على المستقبل. شلون نصمم الابتسامة للشخص المقابل بعد ان ناخذ صور فوتوغرافية وندخلها ببرنامج، وراها راح ننطي الانطباع للمريض كيفية الأسنان راح تظهر بعد عمل التجميل. هنا لازم يوصل الى اتفاق، نوصل الى عملية من الحوارية بين المريض حتى نقدر نوصل على هذا الشيء. النقطة الخامسة الكوميونيكيشن with the dental technician. ان الدنتال تكنيشن فهم شيء مهم، يجب ان يكون على رؤية واضحة من الشيء اللي احنا نريد نسويه حتى يفهم المناطق والشغلات اللي احنا نحتاجها في عملية الريستوريشن اللي راح يشتغلها، سواء كراون بريدج اي شيء اخر تجميلي، وحتى يكون عند الريكويرمنت اللي يطلبها المريض. والكونسبت مال الاستاتيك cannot be considered relative ايضا. عندنا الاستاتيك الفورمولا. الاستاتيك فورمولا بالدنتستري تحتاج بصورة عامة الله سبحانه وتعالى خلق البشر بنوع من الهرموني، يجب ان يكون يعني جزء. حتى احنا شلون نقيس البشر؟ البشر لازم او وجه الانسان تشوفه متناسق الجهتين، حتى عملية التكامل تكون اي خلل بين التناسق بين الجهتين راح نعتبره نوع من الديفكت. كذلك الكلر، كذلك السايز، عملية الريليشن شيب موجودة بين الاسنان والسبورتينج بون والاسنان ويا الفيشل مصل، هذه كلها تعطينا عملية الجمالية اللي احنا نحتاجها في عملية التجميل. يعني احنا نسوي لنا ريستوريشن بالانتيريور تيث، كبرج بالانتيريور تيث، لازم تكون عملية تناسق موجودة حتى ينطينا نوع من الانطباع لهذا الشيء اللي احنا راح نتكلف بفعله ويا المريض. الكومبوننت الموجودة عندنا هي البيزل بون، وهي البون of the mandible maxilla and a front contour of the lower face and provide for support the lip, cheek and associated muscle. The facial deformity may be result أما under over development of the jaw bone أما congenital or pathogenic. Loss of the alveolar bone result of extraction or a disease آخر. عندنا المصل نفس الحالة related facial muscle and the size of the upper lip determine the level of the lip line.
This is apartment important, important in the aesthetic. وهذا كله راح ينطينا فد مظهر خارجي لعملية التحدث والإسمايل. فبعض الأشخاص ما يراوينا الفرونتال تيث أو قد يكون عند اللور ليب لاين أو بالعكس، يعني هنا اللي يتحدد عملية الليب ويا الأسنان أيضا راح تعطينا فد نوع من الفيس أو شو نقول الأبيرنس مال هذا الشخص. فقسم الأسنان تظهر فقط حافة الأسنان، والقسم الآخر لا تلقى الأسنان كاملة ويا الجنجاي. التيث نفس الحالة، عندنا كلر مع التيث، الفورم، سايز، سيرفيس تكستشر، عملية الألايمنت، الإكلوجين، الانتر آرش ريليشنشيب، هذن كلهن تتحدد كرول في عملية إذن هواية شغلات تتحدد في عملية الأكسبتنس مع البرنسبل حتى نسوي عملية الاستاتيك في عملية طب الأسنان. فعندنا فيشل consideration, dentolabial consideration, dental consideration, الفونيتيك gingival consideration. هذه كلها هي التجميع لهذه المحتويات هي اللي تعطينا شيء ظاهري. هنا هسه اذا نشوف الابتسامة، الابتسامة هنا راح تغطي لك هواي من الشخص المقابل ملامحه. هنا صورة هاي كلش حلوة وبديعة، هذا الشخص صحيح هو ملابسه غير مؤهلة، مكانه غير مؤهل، لكن لما نشوف هاي الابتسامة مالته غطت على كل العيوب الموجودة عنده. فهنا عملية الابتسامة لها تأثير، تأثير شخصي وتأثير نفسي على الشخص المقابل، بحيث انت الشخص المقابل راح يغطي لك على عيوب كومة. ليش؟ لان اوجد فد ابتسامة جمالية بيها، وهذه الابتسامة غطت على العيوب المتبقية. الفرونتال فيو نفس الحال، لما نجي ونشوف الشخص المقابل اكو عدة عوامل تربطنا بهذا الشخص من حيث الوجه منطقة فعملية السيمتري موجودة لازم، والرفرنس بوينت اللي راح نتعرف عليها من خلال الوجه البشري من المنظر. من هذه الشغلات اللي موجودة عندنا اللاين الموجود بين الايس وامتداداته، اضافة عملية التوازي مالته راح ينطينا فد نوع من القياسات اللي نقدر خلالها نحدد مناطق الوجه ونحدد عمليات التجميل اللي راح يصير عندنا. احنا بصورة عامة الشيء اللي يخصنا احنا هنا صحيح ناخذ بعض الرفرنس، هذا الرفرنس مثل الاي البارالل لاين مال الاي، عندك الكورنر مال الماوث، البوزيشن الهايت الموجود، البلينات تقسيم البلين والريفرنس بوينت مالته. الشيء اللي موجود بالفيس عندنا الابرتيرت مال الفيس هو بتوين من الشعر والاورفيك لاينز، والميدل اللي يبدي من بتوين من الاورفيكس لاين اند انترال لارر لاين اللي بالانف المنطقة الثانية او احنا نقول فتحات الانف، والمنطقة الاخرى هي اللور ثيرد اللي هي عادة اللي هي تدي من التيب اوف ذا تشين والانترال لارر لاين. هذا المنطقة الثالثة نفسها تتقسم الى ثلاثة اللي تهم بينا كما موجود هنا، المناطق نقسمها لين عملية تخصص بهذا الجزء في عملية الاستاتيك. المتلاين يحدد لنا السيمتري الموجودة، بس بعض الأشخاص ما نلقى المتلاين موجود بين الأبر سنترالز وهي اللور سنترالز،
فهنا اللاين هو راح ينطينا نوعية من الجمالية ويعطينا نوعية من السيمتري. أي شغل يتلاعب بهذا الميد لاين راح يأثر لنا على عملية التجميل، ويكون لازم بالحسبان أي رستريشن الموجودة لازم هذا يتوفر ما بي شيفتد. هنا إذا الصورة تشوفوها هنا أكو شيفتد، يعني هذا الميد لاين ناخذه بس هنا صار شيفتد، هذا الدنتال ميد لاين بينما هذا هو الفيس ميد لاين. لازم عملية تطابق تكون، هذا التطابق راح يعطينا نوع من الجمالية بينما هنا راح يعطينا نوع من الشيفتد، بحيث تشوف جزء راح يكون يتولد أكبر من الجزء الآخر، وراح ينفصل عندنا الفيشل ميد لاين. من هذه الشغلات اللي موجودة عندنا اللاين الموجود بين الآيس وامتداداته، إضافة عملية التوازي مالته راح ينطينا فد نوع من القياسات اللي نقدر خلالها نحدد مناطق الوجه ونحدد الانسايزل ايج اللي هي دنتوليبيال كونسيدريشن. عندنا الانسايزل ايج واللي تنقسم بها الانسايزل كيرف، الايديال انسايزل كيرف وين observe the frontal view is convex curve that follow the natural concavity of the lower lip during smile. والعدنا الآخر الideal smile arc has the maxillary incisal edge curve parallel to the curvature of the lower lip upon smile. والincisal curve depend on the relationship between the upper incisal margin and the lower lip. The relationship could be termed as contacting, covering and not contacting. Whenever possible, a clinician must try creating a convex incisal curve. This not only improve the aesthetic of the smile but also help establishing the incisal guideline. It is better to use horizontal plane as stable reference in such cases rather than curvature of the lower lip. The flat smile arch is characterized by the maxillary incisal curvature being a flattening than the curvature of the lower lip on the smile. The smile line is the position of the inferior border of the upper lip at the maximum smiling. هسه إذا تشوفون هنا السمايل انتو لو افريج اند هاي سمايل لايف، هذا سمايل لاين اذا تشوفون هنا الاختلافات، هنا بسرعة عامة اللي نعتبره تقريبا هو الافريج. With age there is a loss of the lip volume وهذا يؤدينا الى reduce the tooth display. Some display of the gingiva is thus often considered to be bleeding since the consist with your fearful appearance. We are shababi, احنا نقول. Amount of the upper incisal show at rest decrease with the age while amount of the lower incisal show increase. عندنا الميل show less upper incisal and more lower incisal at rest. Females show more upper incisal and less lower incisal at rest. Will amount of the upper incisal show in the female is significantly more than in the male. The high smile line showing
a pint of gingiva of more من قلنا 3 إلى 4 is termed a gummy smile. وهذا استاتيكلي بشكل ما قلنا غير مقبول. الريزن مال الجم سمايل could be short upper lip, labial hypermobility, anterior dentoalveolar extraction, أو excessive vertical development of the upper maxilla, أو altered passive tooth eruption. Thank you very much. وشكرا جزيلا للاستماع. إن شاء الله راح تكون الأسئلة مالتكم تطرح ضمن الكلاس، وأي شيء قابل للنقاش إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لوجود تغير في الجدول حدث، إن شاء الله موعدنا الأحد القادم راح تكون محاضرة بحضوري معكم مباشرة، وأني أحس المحاضرة بوجودكم هي أكثر تفاعل وتكون يعني تنفتح مصادر النقاش ويتوسع الشخص بالمحاضرة. وشكرا جزيلا، وأتمنى لكم الموفقية.